سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، نتشرف في هذه المناسبة بتقديم هدية تذكارية من أبناء الهيئة من تصميم الدكتور نبيل الفيلشاوي وتنفيذ المهندس عبد الله كاكولي. يتفضل معالي الدكتور حامد محمد العازمي وزير التربية وزير التعليم العالي رئيس مجلس إدارة الهيئة، يرافقه المهندس حجرف فلاح الحجرف مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة، لتقديم الهدية التذكارية لسمو الأمير المفدى حفظه الله ورعاه. You're fine.